أكثر مشاهدينا عن افتتاح مركز خطوات للشباب، مساحة صديقة للشباب بمدينة جبلة، وهيدا المركز اللي عم يشتغل على تدريب الفريق البرتقالي لإنشاء شبكة من المتطوعين الشباب لنشر التوعية حول مواضيع مجتمعية مختلفة هادفة. طبعا هيدا المركز اللي الذي أقامه صندوق الأمم المتحدة للسكان ومجلس الشباب السوري. تفاصيل أكثر عن هيدا الموضوع معنا السيد يزن الكادي، وهو طبعا مدير مركز خطوات للشباب. من لك سعد صباحك استاذ يزن، واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك استاذ يزن، اهلا وسهلا فيك وشكرا لهذه المبادره الحلوه اللي عم نعمل نحن دائما، يعني ايد بايد لنشر التوعيه المجتمعيه بالساحل السوري وفي سوريا بشكل عام. لو نحكي عن مثل ما فضلت زميلتي نادين، انه الفكره الاساسيه من هذا المركز نشر الوعي والتوعيه، كمان تدريب الفريق البرتقالي. ليش الفريق البرتقالي بالإضافة للعنوان اللي حمل لأنه مساحة صديقة للشباب؟ طبعا نحن مجلس الشباب السوري تواجدنا بمدينة جبلة بعد كارثة الزلزال، فكانت عملنا هو عمل إغاثي استجابة لكارثة الزلزال. ونتيجة احتكاكنا مع مجتمع جبلة وشباب جبلة لاحظنا وجود الحاجة لشباب جبلة لمكان يكون قادرين فيه يعبروا عن آرائهم وطموحاتهم ويكون صديق لهم، بحيث يقدروا يحولوا مشاريعهم أو أفكارهم إلى خطوات ملموسة. فكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان إطلاق مساحة صديقة للشباب بمدينة جبلة. مركزنا مركز خطوات هو بيقدم مجموعة من الخدمات، من أول هالخدمات هي التدريبات المهنية، وهي رصد احتياجات المجتمع المحلي للمهن اللي ممكن تنشط العمل بسوق جبلة أو تكون مفيدة للشباب ببداية حياتهم المهنية. فعندنا مجموعة من التدريبات المهنية داعيين إلى مجموعة من الشباب مشان يكتسبوا مهارات، يعني عملية دعم بهيدا المركز للشباب. هذا محور من المحاور اللي بيقدمه مركز خطوات. المحور الثاني هو التوعية الاجتماعية والدعم المجتمعي، ففي جلسات توعية بقضايا تتعلق بالصحة الإنجابية، بقضايا تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبقضايا تتعلق بمكافحة المخدرات والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي. الدعم الاجتماعي رح يكون ساعدنا فيه فريق الأورانج تيم أو الفريق البرتقالي، اللي هو مكون من حوالي 18 شاب وصبية تم انتقائهم بعناية وتلقوا مجموعة من التدريبات ليكونوا مؤهلين ينشروا التوعية بهالمجالات هي. تمام، يعني أهداف متعددة أستاذ يزن من خلال هيدا المركز. واليوم أنت عم نتحدث اليوم عن الشباب، يعني اللي هو فعلا عنده طاقات كتير كبيرة، أيضا عنده الحس المسؤولية. يعني لما عم نحكي اليوم شباب تطوعي، هي أكيد ناتجة عن فكرة التطوع أو محبة الشباب للتطوع. فخلينا نحكي عن الشباب اللي او الاعمار، يعني المتطوعه، الفريق بشكل عام البرتقالي، وليش سميتوه انتم برتقالي يعني هذا الاسم اذا هيك بنعرف ليش، وعدد المتطوعين، وهل كل شاب يحق له التطوع بهذا المركز؟ هلا نحن المركز مفتوح لجميع الشباب لتلقي الخدمات، سواء كانت تدريبات مهنيه او تدريبات لها علاقه برياده الاعمال التي تنتهي بتمويل للمشاريع المتميزه، او للخدمات الثانيه اللي هي تلقي جلسات الدعم النفسي والاجتماعي. فيما يخص المتطوعين، فالفريق اعماره ما بين 18 لل 27، يعني فئه الشباب بشكل عام. ليش سميناه الفريق البرتقالي؟ لانه الفريق يعني البرتقالي هو لون شروق الشمس، وهو بيرمز للتجدد والانطلاق الجديد، بالإضافة إلى أنه بيحمل رسائل توعوية، فهو للتنبيه والتحذير. حلو، يعني أسلفت بحديثك أستاذ يزن أنه تدريب الفريق البرتقالي. إذا بدنا نحكي عن فترة التدريب قد إيه، وهل هي كافية فعلا لتأهيل الشباب ليكون فعلا هن شباب يعني يعتمد عليهم في هذا المجتمع؟ الفكرة من الفريق البرتقالي هو إعداد شباب قادر يقوم بالتوعية المجتمعية. فالمبدأ القائم عليه هو مبدأ توعية الأقران، يعني الشاب ينقل هذه المعرفة إلى أقرانه وزملائه، سواء بجلسات توعوية نظامية أو سواء بالحياة الاجتماعية العادية. شباب الفريق البرتقالي هن منتقين من خلفيات طبية وخلفيات اجتماعية وخلفيات ثقافية متنوعة، عندهم بالأساس كم مناسب من المعرفة
بالإضافة إلى أنه نترقوا تدريبات مناسبة. كانت التدريبات بالفترة الماضية عبارة عن أسبوع تدريبات متلحقة ومستمرة ليكونوا قادرين يقوموا بمهمة التوعية الاجتماعية. طبعا لنحكي أكثر بما أنه نحن عم نحكي عن الشباب المتطوعين والكادر التدريبي. التدريب ذكرت هو ضمن مدة محددة، بس هن عندهم يعني خلينا نقول أرضية أساسية مؤهلة لحتى هن يتابعوا بهذا الموضوع. إذا بدنا نحكي عن تنظيم الأنشطة، يعني الأولويات اللي أنتوا عم تتبعوها عم بتكون هي أكيد لشرائح مستهدفة بالمجتمع، خلينا نحكي عن أولويات هذا التنظيم. نحن الشرائح المستهدفة بشكل أساسي هي شريحة الشباب، الأعمار ما بين 18 ل 27 وأكثر من هيك. الخدمات الأساسية مثل ما حكينا هي التدريبات المهنية، فأي شاب أو صبية بيحبوا يدخلوا بسوق طبعا بشكل مجاني. طبعا خدماتنا هي مجانية بالكامل، نعم. أي خدمة مقدمة هي خدمة مجانية. التدريبات المهنية لتمكنوا من دخول سوق العمل، تدريب ريادة الأعمال، أي حدا عنده شاب أو صبية عنده فكرة مشروع أو تأسيس مشروع فهي بتتلقى مجموعة من التدريبات إلى علاقة بريادة الأعمال، وهي التدريبات تنتهي بمنحة مالية للمشاريع المتميزة لتساعدهم على انطلاق أفكارهم. فيما بعد ما بينتهوا من مرحلة التدريب، بعد انتهاء مرحلة التدريب بينتقى ممكن تعطوهم منحة للمشاريع، بينتقى المشاريع المتميزة والأشخاص المتميزين ليندعموا ماليا لإطلاق مشاريعهم وتكون موجودة على أرض الواقع. طيب بهيدي الحالة انتقاء المشاريع، يعني أكيد يعني عم نشوف إنه فعلا في شباب متميز، واستضفنا أكثر من شخص يعني عم يشتغل بهيدا المجال بريادة الأعمال، وشفنا كثير على مساحة الوطن وعلى مساحة سوريا بشكل خاص، يعني هون انتقاء المشاريع على أي معايير بتعتمدوا؟ طبعا معايير متعددة، منا خدمة هذا المشروع للمجتمع المحلي، منا خدمته أو الهشاشة اللي ممكن صاحب المشروع يكون بحاجة إلى، ممكن عدد الفرص العمل اللي ممكن يوفرها المشروع لبقية المجتمع المحيط، ففي أكثر من معيار مستند عليه لانتقاء المشاريع المتميزة. تمام. هلا إذا بدنا نحكي أيضا عن ذكرنا بمدينة جبلة هذا المركز، إذا بنحكي عن الخدمات أو بالنسبة للكادر التطوعي فقط هو مختصر على شباب جبلة ولا لا أنتوا على نطاق المحافظة بأكملها؟ لا هلا نحن مبدئيا المركز موجود ضمن جبلة، بس حملات التوعية ممكن تنتشر بكل محافظة اللاذقية. للمستفيدين؟ المستفيدين طبعا للمجتمع، يعني مبدئيا المجتمع جبلة المحلي. جبلة حاليا مبدئيا مجتمع جبلة المحلي، في خطة للتوسع إن شاء الله بالأيام القادمة. والتطوع؟ التطوع يعني هو مفتوح للجميع سواء للجميع. من جبلة أو نعم. يعني حكيت عن الكادر الموجود متألف من 18 واحد يمكن بخلفية ثقافية وتجارب ممكن تكون حياتية بيفيدكم بهيدا المركز. هيدا الانتقاء أكيد ما إجا عن عبث، إجا عن إدارة قائمة بهذا الموضوع. نحكي عن عملية الانتقاء وعملية إنه فعلا نختار الشخص المناسب في المكان المناسب. نحن بلشنا انه بالتعاون مع صندوق الامم المتحده للسكان كان في مجموعه من المعايير والشروط، وطرحنا باب الانتساب للفريق البرتقالي. نتيجه الطلبات المتقدمه تم دراسه الملفات اللي موجوده ضمن هاي الطلبات، وانتقاء العالم اللي حسينا انه ممكن تدعمنا بهذا المشروع وعنده خلفيه معرفيه كافيه لتساعدنا بهذا الموضوع، وممكن ونراعينا يكون في تنوع بالخلفيات المعرفيه والثقافيه. تنوع مثل شو يعني؟ يعني مثلا اختصاصات طبيه، اختصاصات حلو. قائمه على علم النفس، اختصاصات باداره الاقتصاد واداره الاعمال، حلو. فيكون في تنوع بالمجالات المعرفيه مشان تساعدنا بنشر مختلف المجالات اللي بدنا نوعي فيها. تمام، هلا اذا بدنا نحكي هو تم افتتاح المركز هو جديد، تمام. اول خطوه راح تعملوها أو رح يعملها الفريق البرتقالي؟ يعني مبدئيا نحن شاركنا بحملات 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. شاركت بالحملة 16 يوم. كان عندنا أنشطة متعددة، من جلسات توعية ضمن المركز وزيارات لبعض القرى ضمن منطقة جبلة للتوعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. كمان شاركنا أو أطلقنا بعض التدريبات المهنية، في عنا دورة الباريستا اللي هي إعداد المشروبات الساخنة والباردة، في عنا منتسبين عم يتدربوا حاليا على هاي الدورة، وفي دورة ريادة الأعمال اللي بلشت وانطلقت تم انتقاء مجموعة من المستفيدين والمشتركين، 20 مستفيد ومستفيدة لدراسة مشاريعهم، وحاليا عم يتلقوا التدريبات بريادة الأعمال.
حلو. هلا رح نحكي عن المدربين يعني ومدى اهميتهم فعلا لنحصل على سويه ايجابيه بهيدا المجتمع المحلي. نحن عم نحاول نشوف العالم الاختصاصيين بكل دوره مهنيه الاكثر كفاءه والاكثر افاده للدوره. في المدربين طبعا كلياتهم عم يكونوا على مستوى عالي من التدريب والتاهيل، وسبق لهم تجارب معنا او مع غير مؤسسات بموضوع التدريب والتاهيل. حلو. يعني فعلا هو خطوات انتم عم تشتغلوا خطوه خطوه يعني من العنوان، او هي فعلا مساحه يعني من كمان عنوان هيدا المركز مساحه اليوم للشباب السوري. يعني توقعاتكم باعطاء الفرص اليوم للشباب لحتى هن ينخرطوا بسوق العمل ويكون عندهم مشروع؟ يعني هلا مخرجات ذكرت انه ممكن تقدموا ايضا الدعم المادي للمشاريع. اذا بدنا نحكي عن الفرص فيما بعد التوسع، انتم بتتابعوا بعدين المشاريع، الدعم بيكون مستمر، المتابعه بتكون مستمره؟ نحن المشاريع رياده الاعمال هي اللي بتنتهي بمنحه ماليه، بصير في دعم ومتابعه بشكل نسميه استشاري، المتابعه تنفيذ اعمالهم انه هم ماشيين على الخطى الصحيحه للتلقوا بالتدريبات. فالدعم رح يكون استشاري وليس مادي بعد اطلاق المشروع، لنتاكد انه هم ماشيين تمام وامورهم جيده باطلاق مشاريعهم. كمان نحن تاركين المجال للخدمات الثانيه اللي هي المبادرات الاجتماعيه ضمن مركز خطوات. نحن تاركين المبادره تطلع من شباب جبله، يعني نحن ناطرين الشباب هن يبادروا شو عندهم مبادرات، ونحن يكون دورنا هو التيسير وتقديم الخدمات لهم لاطلاق مبادرات. يعني استاذ يزن مثل ما بنعرف نحن عم نودع سنه ال 23، يعني الله ما يعيد لهيدي السنه بكل تفاصيلها خصوصا السلبيه. اكيد بهيدا المركز في بيكون في خطه وفي في رؤى لهيدا المركز كونه أول مرة بينفتح بمدينة جبلة. خططكم أنتم لسنة 2024 يعني قدي عندكم هيك رؤى إيجابية أنه فعلا نطور من التوعية والثقافة الموجودة بالريف قبل المدينة؟ تمام. هلا خطتنا بمجال التدريبات المهنيه هي اطلاق 6 تدريبات مهنيه متنوعه خلال الربع الاول من 2024، اضافه الى اطلاق تدريبين لرياده الاعمال. كمان بمجال الدعم النفسي والاجتماعي فنحن حاطين خطه لزياره العديد من الاماكن والقرى ضمن منطقه جبله لنشر التوعيه بما يخص قضايا الصحه الانجابيه وقضايا الدعم القائم على النفس على النوع الاجتماعي، العنف القائم على النوع الاجتماعي وقضايا توعوية أخرى. مدينة جبلة تستحق يعني بشبابها اليوم فعلا بكل متطوعيها. يعني جبلة المدينة اللي عانت الكثير وتستحق فعلا الدعم من خلال هيدي المشاريع الشبابية الريادية اللي فعلا عم تعطي فرصة كما ذكرنا للشباب السوري اليوم. فعلا بدنا نشكركم لكل هيدي الجهود المبذولة، وإن شاء الله يعني بهيدا المركز يلقى النور والنجاح وتحققوا كل الأهداف المرجوة من افتتاح مركز خطوات. شكرا كثير لك طبعا الأستاذ حضرتك يزن الكعدي ومدير مركز خطوات للشباب. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك استاذ يزن. كلمه اخيره بتحب توجهها لاي حدا؟ ان شاء الله يعني هي البدايه بلشت من جبله، بس ان شاء الله المشاريع والمساحات الصديقه للشباب بالتعاون مع صندوق الامم المتحده للسكان ومجلس الشباب السوري تنفتح باكثر من مكان، فهي خطتنا الانتشار ضمن سوريا كلياتها ان شاء الله. ان شاء الله وبهيدي الخطوه اللي بلشتوها تنتهي كلها وتتكلل الخطوات القادمه لمستقبل سوريا ومستقبل محافظه اللاذقية اللي عانت الى حد ما من ظروف يعني خارجه عن ارادتنا، ولاقينا فعلا هيدا الوعي الايجابي من قبل الشباب بالاضافه لكل يعني الايادي اللي كانت موجوده بالمجتمع المحلي كانوا جاهزين لاي شيء. اهلا وسهلا اهلا فيك ونورتنا وشكرا لهيدا المركز، وان شاء الله قادم الايام تكون حامله لكم كل الخير. شكرا لكم. اهلا وسهلا.